والسلام عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وحدانية القرآن التي للمحبة فلتتأصل فينا. مساء الفل على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة النيل الثقافية. احنا مع حضراتكم النهاردة من مسرح السور الشمالي للقاهرة التاريخية، بننقل حفل ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ15. المهرجان برعاية الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني والهيئات التابعة لوزارة الثقافة، مؤسسة حوار لثقافات وفنون الشعوب، وزارة السياحة والآثار والتنشيط السياحي. المهرجان السنة دي بيشارك فيه دول كتيرة جدا وفرق حوالي يعني 30 فرقة من دول العالم المختلفة، من مصر، رومانيا، فلسطين، الأردن، المغرب، الجزائر، اليمن، السودان، جنوب السودان، اندونيسيا، الهند، جيبوتي، كندا، يعني دول كتيرة جدا. ويمكن المهرجان السنة دي فيه كذا حاجة جديدة. أول حاجة إنه يقام الافتتاح والختام من مسرح السور الشمالي بعد ما كنا متعودين ان هو يكون الافتتاح والختام في قلعه صلاح الدين. تاني حاجه ان دوله جيبوتي بتشارك السنه دي لاول سنه وقدمت الحقيقه يعني فقره عن الانشاد الديني، ادت صوره جميله جدا عن فن الانشاد الديني عندها. دي كان من الحاجات الجديده في المهرجان السنه دي. المهرجان بيقام تحت شعار رساله سلام للعالم، وزي ما كان في ورشه في الافتتاح، ورشة دولية شاركت فيها الفرق المشاركة في المهرجان وكانت بعنوان مصر أرض الأنبياء. النهاردة كمان في الختام في ورشة بعنوان معا نغير العالم، ودي بمثابة رسالة بتأكد على التواصل الإنساني بين دول العالم المختلفة. عايزين نأكد كمان على تواجد الجمهور النهاردة من طبقات الشعب المختلفة، والحقيقه دي حاجه بنشكر عليها يعني الفنان انتصار عبد الفتاح على مجهوده الرائع الحقيقه في المهرجان، يعني طول ايام المهرجان من السبت اللي فات لحد السبت ده لحد الختام. وكمان بنشكره وبنشكر كل الجهات اللي اشتركت ان المهرجان يطلع بالصوره دي، بالصوره المشرفه دي، وباشتراك كل الدول دي، وكمان يكون مجانا للجمهور. بنشكرهم ونشوف مع بعض دلوقتي يعني حفل الختام المهرجان سماع الدولي، سهره ممتعه ان شاء الله. شكرا لكم. مساء الخير عليكم جميعا، ليلة سعيدة إن شاء الله. السادة الحضور الكريم، السادة السفراء، الجمهور العظيم،
اللي ليه الفضل الكبير في إنجاح هذا المهرجان. اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا في اليوم السابع والختامي لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية. 7 أيام عشنا معها لحظات من الرقي والسمو والتناغم الأصوات وانصهارها في لحظة إنسانية واحدة برؤية فنية فريدة للمبدع الفنان انتصار عبد الفتاح. تلك اللحظة التي تخلق لنا عالم أوسع أفقا وأكثر رحابة في معزوفة كونية تعبر عن روح المحبة والتسامح والسلام لكل شعوب العالم، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة والتنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. Our dear guests, dear ambassadors, ladies and gentlemen, 7 nights and days of Samaa International Festival. We shared through it moments of elegance, magic, and harmony, of voices and their fusion in one humane moment under the unique artistic vision of Mr. Intisar Abd al-Fattah, to create a world that is open, united, and more welcoming in a music piece that expresses love, lenity, and peace. اسمحوا لي أن أقدم الفنان الذي أسس هذا الإبداع وارتقى به إلى أعلى درجات النضج الفني. حيوا معي الفنان المبدع انتصار عبد الفتاح. الجمهور الحبيب صاحب وراعي هذا الحدث الكبير، 15 عاما من النجاح والإصرار والصمود. هذه الدورة من أروع وأهم الدورات التي حققت نجاحا جماهيريا وإعلاميا كبيرا في جميع أماكن العروض، بدءا بمسرح السور الشمالي، هذا المكان الرائع بالقاهرة التاريخية، وقصر الأمير طاز، وبيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، وقبة الغوري بالحسين، وأيضا الاحتفالية ملتقى الأديان هنا نصلي معا بمجمع الأديان بمصر القديمة الدورة 8. كل الشكر والتقدير إلى معالي الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على دعمها وحماسها للمهرجان، وإلى وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي وبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومجلس أمناء مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وتحية إلى وزارة الداخلية والأمن وشرطة السياحة، وإلى قطاعات وزارة الثقافة، صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وأيضا قطاع الإنتاج. وشكر خاص إلى مجموعة العمل الرائعة الخاصة بالمهرجان، وعلى رأسهم الأستاذة أيقونة قبة الغوري سهام إسماعيل مدير المهرجان. والشكر أيضا للتجهيزات الفنية الرائعة الحقيقة، وبذلوا مجهود ضخم جدا، صوت وإضاءة ومسرح. وأيضا شكر إلى المستشارة الإعلامية الأستاذة ميرفت واصف، وشكر خاص إلى جميع الفرق العربية والأجنبية والمصرية التي شاركت بالمهرجان. كنا جميعا منظومة متكاملة ورائعة، نعمل جميعا من أجل مصرنا الحبيبة. شكرا.
Our lovely audience, which this grand event belongs to, 15 years of success, persistence, and strength for Samaa International Festival, one of the best and most important editions at the Northern Wall in the historical Cairo. May you enjoy. Hello. المرة دي بقى عاملين مفاجأة. احنا كل مرة بنقدم في الختام الفرق، كل فرقة على حدة. طبعا احنا عملنا، خلي بالكو، اكبر ورش في هذه الدورة، عملنا حوالي 4 ورش. المرة دي في الختام هنعمل 3 ورش فنية، كل هذه الفرق بتشارك معنا بحب وبتألق ونجاح. تحية إلى جميع هذه الفرق. والليل
صلي على سيدنا صوت أخباره إيه عندكم؟ عالي ولا كويس ولا كويس؟ طب طب شكراً أنا بطمئن بس عليكم. حلوة الورشة الأولى؟ تحية إلى كل هؤلاء. الوقت أنا عاوز أقسمها، مش هخش على الورشة الثانية على طول. الحقيقة فلسطين، هذا المنشد اللي أنا اكتشفته وأنا تحدثت، وطبعا تم بالتنسيق مع سفارة فلسطين سيادة المستشار الثقافي، والحقيقة هو متحمس له، ولما عرف وهو الحقيقة أنا طلبت توصية من المهرجان بأنه يهتموا بهذا الصوت، لأنه الصوت فعلا له مستقبل ولكنه يحتاج إلى رعاية. فهو وعدني بالإضافة، أنا قلت له أنا هخليه ينضم إلى فرقة رسالة سلام في مصر. هو الآن هيعمل إهداء إلى المهرجان عن الوطن العربي لوحده، نسمعه. خلتي يا خلتي يا أنا عربي أصيل، وبأصالتي تكمن علتي. خلتي يا خلتي يا خلتي يا خلتي أنا مسلم أصيل، أنا مسيحي أصيل، وبأصالتي تكمن علتي. خلتي يا خلتي يا خلتي يا خلتي أنا مصري أصيل، أنا فلسطيني أصيل، أنا جزائري أصيل، أنا مغربي، أنا سوداني، أنا جبوتي أصيل، وبأصالتي تكمن علتي. خلتي يا خلتي يا خلتي يا خلتي أنا روماني أصيل، أنا كندي أصيل، أنا سوري، أنا لبناني، أنا ابن الشام الأصيل، أنا ابن كنان الأصيل، أنا كل الشعوب الأصيل، وبأصالتي تكمن علتي. وما أقبل الضيم بأرضي، وما أقبل الضيم بعرضي، وما أقبل الضيم بملتي. يا 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 خلتي. Thank you.
جيبوتي الحقيقة ثقافة جديدة أول مرة تشارك معانا. جم في الافتتاح من المطار للافتتاح ودلوقتي جايبين الشنط معاهم، بعد ما نخلص هيروح المطار، فأنا حسسني لو هم عاوزين يقدموا الحاجة لمصر. تحية إلى جيبوتي.
عيني وبين فرجي. اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام. الله حبيب محمد عليه السلام. الله 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 الله. الهند برضو انا هكسر القاعدة لان الفرقة دي من اشهر الفرق في الهند. قوالة فرق اللي هم بيهتموا بالإنشاد الصوفي. تحية إلى الهند. كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه يا محمد مصطفى يا حبيب كبرياء. يا محمد مصطفى يا حبيب كبرياء. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. يا محمد مصطفى يا حبيب كبرياء. يا محمد مصطفى على فكرة. تحية إلى إنديا.
السودان عمالة تشغبني. طب اسمعنا جيبوتي، طب احنا لازم نقول رغم ان انا بتاع تحية الى السودان. كمان انت قفلت قفله غير تامه. تمام يلا ها خش. نفسي على الشغل دلوقتي، هنعمل حاجة مش مطروخة. أنا عاوز أعمل منافسة واحتفالية في سوريا، الفرقتين مع بعض إزاي هتتعمل معرفش، هنحاول نعملها دلوقتي. حجاز الصول، حجاز الصول. Thank you.
ورشة على الهواء هعيدها تاني. ممكن الدخلة تسقيفة. Yeah.
دنيتي أقصى مرامي أحباب الشهود وأرابع ما سلامي يا زاكي الجدود وأرابع ما سلامي يا زاكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأولادي يا بلادي يا معدن الجود وأولادي يا بلادي يا معدن الجود بنيتي أقصى بنيتي أقصى مرامي أحباب
قدها بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان بين سمعي وفؤادي برزخ لا على المصطفى رب صلي وسلم على المصطفى الورشة. هطلب منكم دلوقتي
الموبايلات تجهز عشان هنعمل آخر حاجة رسالة سلام إلى العالم. جاهزين؟ Lestari alamku, lestari desaku, imanan Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk bersama. Ya mai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita, oh kisah tentang jaya Nusantara lama, damai Kertara Harja di sana. Di mana Tuhanku menitipkan aku, oh nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, oh nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa, nyanyikan pujaan untuk Nusa, nyanyikan pujaan untuk Nusa. شكرا جزيلا، ولكن يعني تحية بقى كبيرة للفرقة كلها، كل الفرق اللي كانت شاركت، وتحية لكم وكل عام وأنتم بخير وشكرا، ونلتقي إن شاء الله العام القادم. شكرا جزيلا. والسلام عليك.